فعاليات حقوقية ونقابية تستنكر الغلاء للمواد الأساسية. استنكر عدد من الفعاليات النقابية والسياسية والحقوقية الزيادة المستمرة في أسعار المواد الأساسية، بما يفاقم معاناة المغاربة ويساهم في إضعاف قدرتهم الشرائية. وفي هذا الصدد، عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها لغض الحكومة الطرف عن الغلاء للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات، مطالبة بضرورة تسقيف أتمينة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة. وقالت العصبة في بيان لها إن تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى اللوبيات الاقتصادية يؤكد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات التصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن.